شفتوا اختبارات قطاعات الناشئين بالنادي الاهلي، زي ما بقول لحضراتكم يعني اخبار كتيره جدا. اولها خالد مرتجي ممثل للاهلي في اجتماع اتحاد الكره، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الصوره محمود الخطيب قام بتكليف المهندس خالد مرتجي عضو المجلس لحضور اجتماع رؤساء الانديه الجماهيريه مع مجلس اداره اتحاد الكره حاليا بمقر الاتحاد بالجبليه. ياتي الاجتماع لمناقشه التصورات المقترحه للدوري الممتاز هذا الموسم. اكيد حضراتكم عارفين يعني بيقترحوا اقتراحات مجلس الاتحاد، لكن ان شاء الله تكون في مصلحه الكره المصريه. وفي مقدمتها ملف عوده الجماهير، اهتمام بالغ من النادي الاهلي لعوده الجماهير. واكيد طبعا اكبر متضررين من عدم وجود الجماهير الانديه الشعبيه، خصوصا طبعا النادي الاهلي صاحب الشعبيه العريضه والكبيره، مش في مصر ولا في افريقيا ولا في الوطن العربي، يعني في العالم كله بصراحه. ياتي الاجتماع زي ما قلت لحضراتكم استعراض رؤيه الانديه لشكل المسابقه في ظل الارتباطات العديده سواء للمنتخب الوطني او الانديه المشاركه في بطولات افريقيا. ان شاء الله يكون خير ممثل السيد خالد مرتجي. طيب معايا حسام فرج من اتحاد الكوره، نشوف الاجتماع واخر التطورات. حسام اهلا بيك. تحياتي ليك يا كابتن عبد الحميد حسن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. بالفعل انا من امام دلوقتي مقر اتحاد الكره المصري. انتهى الاجتماع الخاص برؤساء الانديه والمدربين. فعلا حضر من النادي الاهلي زي ما انت تفضلت قلت الاستاذ خالد مرتجي عضو مجلس الاداره. يمكن لسه القرارات الرسميه هتطلع الساعه 8، لكن احنا قدرنا نعرف من الكواليس كده ايه اللي حصل بالداخل. يمكن الاجتماع اتقسم لشقين، الانديه المشاركه في البطوله الافريقيه كان لهم اجتماع خاص لوحدهم، اما الانديه الخاصه بطولة الدوري بعد كده كان لهم اجتماع خاص لوحدهم. قدرنا نعرف ان هم كلهم اتفقوا ان الدوري السنه القادمه باذن الله هيبدا في الاسبوع الاول من 8 وغالبا يوم 1/8 ان شاء الله. وهم هيطلعوا بكره ان شاء الله هتتعمل عمليه القرعه، حاجه عامل حسين زي ما اكد لنا، وهينزلوا الجدول الشهر الاولاني بس اللي هو شهر اغسطس. تمام. فقط. هيشتغل فيه حوالي 5 مباريات. كمان هم اتفقوا ان الدوري هيبقى الموسم الجاي هو بطولة واحدة، يعني في ناس هم رفضوا كلهم عملية المجموعتين. أكيد. واحدة زي ما هم كانوا ماشيين. تمام. أما بالنسبة للقايمة فالفرق الأفريقية المشاركة قالوا إن القايمة هتبقى 28 لاعب، بالإضافة إلى إنها ممكن تزيد لخمسة كمان. كم؟ ثانية يا أستاذ حسام بعد إذنك. 28 لاعب. بالإضافة إلى خمسة كمان يضافوا في الزيادة. بالنسبة للاعبين الأفارقة زي ما هم أربعة، ثلاثة يشاركوا في المباريات. ثلاثة يشاركوا في المباراة. موضوع اللاعبين 28 او 25 هو ده اللي هيبقى محل دراسة من بكرة مع الاندية. ان في اندية رافضة ان الفكرة تبقى 28 وخمسة زيادة، وفي اندية هتبقى 25 هي. لكن الاكيد اللي هم خرجوا بيه الفرق الافريقية بالذات قالوا ده هيضرنا، فاحنا متفقين كلنا على 28 زائد 5. مين اللي هيضرهم؟ بالنسبه للانديه الغير مشاركه في البطولات الافريقيه كانوا متفقين على 25 لاعب بس. اما بالنسبه للقيمه التسويقيه بالنسبه للاعبين واللي بيحصل دلوقتي هم ما ناقشوش الامر ده خالص. ايضا بالنسبه لعوده الجماهير برضه هم ما ناقشوهاش خالص. كل المناقشات النهارده كانت خاصه بالدوري المصري والقوائم فقط. ما ناقشوش ملف عوده الجماهير يا استاذ حسام. نهائيا. نهائيا، ولا تطرقوا الى القيمه التسويقيه للاعبين اللي طبعا في الفترة الأخيرة، لكن ما حصلش ده خالص. عند حضرتك سبب ليه ما ناقشوش، ولا ما كانش الوقت مثلا؟ لا الوقت فعلا ما اسعفهمش، لأن النهاردة كانت جوه جدال لدرجة إن هم حتى الآن خرجوا كلهم. لما اللي كان يخرج كنا نكلمه تلاقي في تضارب في التصريحات بينهم. في ناس مؤيدة لل 28 زائد 5، في ناس تقول لك لا 25 بس، ما اتفقوش. لكن كل ده هم ما كانش بينهم اتفاق، لكن كان الاتفاق الرئيسي إن هم خلاص الأسبوع الأولاني من أول أغسطس هينزلوا جدول، حاجة عامة هينزل جدول الشهر ده بس. والبطولة موسم واحد فقط زي ما هي كانت بتمشي عادي مفيش مشكلة، لكن رفضوا فكرة المجموعتين نهائيا. هل في اجتماع تاني يا أستاذ حسام، ولا ده الاجتماع الوحيد؟ ده خلاص كده، يمكن إن شاء الله احنا مستنيين ساعة بإذن الله وهيطلع فيها البيانات من جانب الاتحاد، بس مش هتبقى الأكثر من احنا قلناه. لكن أكيد هم هيبعتوا لكل الأندية الاقتراحات الخاصة بقوائم الفرق. أكيد. استاذ فرج شكرا جدا لحضرتك مراسل قناه النادي الاهلي من داخل اتحاد الكره. شكرا جدا استاذ حسام فرج. يعني